خليفة ربيعة مذنب وخليفة يدا هشام بن باكر كفاها والمعصم خرج فتغلب تغليبهم سلشيها وتسليحهم من البلاد فتغلب أو كلما رادت الركاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا فتوسموا لي أنا ذاكم شاكي سلاح الحوارب المعدد تحت الأرض وحول جنود صفك صبغوا كروب السيف وهو مكلف حولي خوارج سيد شجعة وإذا غضبت فحول بيتي حطموا ولكل باكري لدي عداوة وأبو ربيعة